أعزائي المشاهدين، مساء الخير وحلقة جديدة اليوم مع الدكتورة هالة صبحي مستكلي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري واستشاري أمراض الباطنة والقلب والعناية المركزة ونائب مدير بنك الدم الإقليمي بالغربية سابقا. مساء الخير يا ستي. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، منوراني. كتر خيرك. يعني اخيرا التقينا بعد كذا معاد، يعني كتر خيرك. الحمد لله. جاهزه النهارده للحوار بتاعنا باذن الله؟ طيب، انا بس قبل بدايه اللقاء عايز حضرتك تعرفي دور حضرتك كنائبه في مجلس النواب. دور حضرتك ايه في المجلس؟ دوري في المجلس نائبه عن الشعب، مش نائبة عن أبناء محافظة الغربية بس، أنا نائبة عن 100 مليون مواطن مصري وضعوا ثقة في إن في حد هيوصل مشاكلهم، حد هيسهل لهم الأمور شوية، ومش نائبة عن قطاع الصحة فقط، لا، نائبة عن كل القطاعات الحياتية اللي بيمر بيها الإنسان المصري. وبحاول جاهدة يعني ان انا يعني اعمل على قد ما اقدر بالامانة، يعني بحاول ابذل قصارى جهدي باني اكون يعني بصمة خير، بصمة امل وتفاؤل لكل انسان مصري عايش على الارض المصري. تمام حضرتك، هنبدأ الاول برضو. كلام حضرتك كلام جميل جدا وحاسس فيه بصدق ووضوح يعني، ولكن اسمحي لي حضرتك برضو، اكيد الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا عايزين يعرفوا حضرتك واللجنه اللي هي المسؤوله عن الصحه في البرلمان المصري، ماذا قدمت منذ توليكم هذا المكان حتى اليوم؟ هو انا عايزه اقول لك، هي الدنيا مش ورديه قوي وما هياش سوده قوي. على مستوى محافظات الجمهوريه لجنه الصحه تناقشت في العديد من طلبات الإحاطة، وفي الجلسات البيانات العاجلة قدمنا آخر مرة، كان فيه برضو استجواب، قدمنا أسئلة، قدمنا مشروعات قوانين لحاجات كتيرة تهم الشعب. الخلاصة إن كل مشاكل الصحة على مستوى جمهورية مصر العربية واحدة. تمام. تتلخص كريم. تتلخص أجهزة فيها نقص، مستلزمات طبية فيها نقص، أطباء في تخصصات نادرة عندنا مش العدد الكافي الذي يتواجد بتوزيع عادل على مستوى الجمهورية. بمعنى ممكن ألاقي في مكان فيه عدد من الأطباء زيادة عن الحاجة، وفي نفس التخصص ألاقي في مدينة نائية عدد مش لاقي. طب ده يعني سوء توزيع ولا ناتج عن ايه؟ هنتكلم في كل ده. يا ريت. هنتكلم في كل حاجه. اتفضل. يعني بص حضرتك، مفيش حاجه هخليك تطلع تقول لا ده النائب مش عايز يقرب من الحته دي. يا ريت، يعني انا اتمنى برضه مفيش حاجه يعني. بص حضرتك، انا عايزه للشعب المصري كله يثق تماما ان الذي يحاسبنا اولا واخيرا هو الله. واحنا كاطباء، انا اقسمت قسمين، قسم لما اتخرجت من الكلية والقسم اللي في مجلس النواب. يعني قسمين. قسمين. فالواحد بيحاول جاهد ما يسدش ودانه عن صراخ واحد محتاج. طب تسمحي لي يا سياده النائبه، يعني انا بس عشان بيبقى في حاجات كده لازم ان انا تسمحي لي ان انا اقطع حضرتك. اتفضل. كل الناس اللي موجوده سواء اطباء سواء محامين سواء يعني على مستوى كافه المستويات، كل الناس بتقسم القسم، ولكن بأرى بصراحة يعني ان البعض غير مخلص لهذا القسم او مخلص في ان هو يخاف الله زي ما حضرتك قلت. ما انا هقول لك حاجة، انا يعني بلاش نعمل، هو الضمير، وانت لازم يحكمك الضمير، والضمير ده علشان تفعله ده مش تفعيله في يوم وليلة بتك على بلاي هيشتغل، لا، الضمير ده ثقافة، الضمير ده ممارسة، الضمير ده تربية. ده مجموعة عوامل كلها مع بعض تخليك انت صاحي ومستيقظ لصوت الضمير. تمام. نرجع من الضمير للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه بداية. فنيجي بقى نيجي
الراجل اللي في الريف او في النجع اللي في منطقه نائيه، هل بتقدم له الخدمه الصحيه زي اللي بتقدم في المستشفيات العامه المستشفيات الجامعيه؟ لا. الاطفال، هل الاطفال كلهم حديثي الولاده اللي هم محتاجين عنايات او محتاجين حضانات متوفره على مستوى الجمهوريه؟ هل سرائر العنايه المركزه لو انا جايب حاله من الاسعاف ومعايا الحاله، هل الاستقبال لو جات لي الحاله هل هلاقي ممكن الاقي الفيرست ايد، لكن هل هلاقي مكان؟ لا. طب عند حضرتك الماده 18 في الدستور بتكفل الدوله رعايه صحيه للمريض. نمره 2، خلال 48 ساعه طبقا للقانون لازم المريض يكون استوفى الاجراءات الدخول في المستشفى سواء مستشفى عام او مستشفى خاص، ده حقه. وبعد كده بنبتدي نعمل علاج على نفقه الدواء. يعني ايه علاج على نفقه الدواء؟ يعني مريض تعب ملوش تامين صحي بيدخل المستشفى، في تقرير لجنه ثلاثيه اقرت الحاله، بنبتدي بعد كده نمشي في اجراءات العلاج على نفقه الدواء. طيب امال ايه منظومه التامين الصحي الشامل اللي هتبقى؟ طيب قبل منظومه التامين الصحي الشامل، عايز اعرف من حضرتك قصه العلاج على نفقه الدوله دي، على يعني من وجهه نظري بتاخد وقت طويل كده. لا دلوقتي لا، معلش. لا الناس بتقعد بشهور حضرتك. لا هو بص حضرتك، هو بقى فيه رقم كود بيطلع للحاله بمده معينه بمبلغ معين. فبالعكس ده بقى فيه يعني هو حاليا بقت ليها سنتر. لازم في الحالات الطريقه يا ست النائبه، في الحالات الطريقه ده حقه. لازم يعني انا اقول لك حاجه، ودي يعني من المكان ده انا اقدم كل معالي الاحترام والتقدير لرب وراعي الاسره المصريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل النهضه الصحيه انا مسميها نهضه اللي بتشهدها مصر الان بسبب هذه المبادرات العظيمه في كل المجالات. خد عند حضرتك فيروس سي، يعني انا ليا باع في الطب يعني سنين مش اقل من 30 سنه ما شاء الله. كان لما كان تيجي حاله فيروس سي، انا مش عايز اقول لحضرتك حاله الهلع اللي بتنتاب اهل المريض وعيلته، اللي بتنتاب اللي في العنبر نفسه، اللي بتنتاب الدكتور اللي بيعالج. النهارده فيروس سي بقى يعني خلاص. فيروس سي النهارده شيء مطمئن جدا فضل مبادرات الرئيس، غير مكلف، علاج مجانا، نسبه الشفاء الحمد لله قويه جدا، داخلين بيه دلوقتي على افريقيا. تمام. دي مبادره عظيمه جدا انحنى لها العالم واشادت بيه منظمه الصحه العالميه. في وقت قليل جدا عالجنا 3 مليون مواطن مصري. ما شاء الله. اما يجي فخامه الرئيس ويقول انا عايز ابني الانسان، هبنيه ازاي؟ مبدئيا صحه وتعليم. بالظبط. طب هبنيه امتى؟ بعد ما كبر وعجز كده؟ لا، ده بيبنيه من وهو لسه طفل. طيب اسمحي لي حضرتك يا سياده النائبه، يعني بعيدا عن ان احنا نخش في يعني تفاصيل عميقه، احنا دلوقتي خلينا في الوقت الحالي اللي هو الوقت اللي الناس فعلا عايزه تستفيد من الصحه في الوقت الحالي. سياده الرئيس مشكورا بيعمل اقصى ما في جهد مبادرات المراه النهارده والكشف عن، ولكن خليني اسال حضرتك عن الصحه طالما احنا بنتكلم في مجال الصحه النهارده. المستشفيات الحكوميه يعني هنقول فيها اقسام كتيره جدا محتاجه دعم الدوله، محتاجه ان حد يبص لها بعين الاعتبار، لان في مستويات متدنية تماما ومحتاجة فعلا يعني ضربة يعني قبضة من الحديد عشان نحكم هذه المستشفيات. أنا هقف على كلمة حضرتك قبضة من الحديد. نعم. اسمح لي نتبادل الأدوار. لا لا احنا تمام. قبضة من الحديد بإيه؟ على مين؟ قبضة من الحديد على دي؟ على المسؤولين عن هذه أو إدارة هذه المستشفيات. أنت دخلت، أنت جاوبت على نفسك. السلك الإداري. تمام. إن ما كانش المدير اللي قاعد في مكتبه ده ينسى الكرسي وينسى الأوضة ويتواجد في كل قسم، يعني أنا أما أدخل أمر على المستشفى وأسأل المدير
عندك كام حاله في العنايه المركزه كريتيكال اون فنتيليتور، يعني حاله حرجه موجوده على التنفس الصناعي. صدقني لو قال لي ما اعرفش انا اقول لحضرتك ما ينفعش مدير. مش معنى كلمه مدير في مستشفى انا قاعد في مكتبي بمضي ورق. ما احنا يعني كلنا كنا مديرين. مدير في مستشفى يعني يتعمل لي حساب وانا غايب اكتر من وانا موجود. مش المدير في مكتبه، الدكتور لابس البلطو، الممرضه موجوده، الكيتلز الغليات، لا 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 ده كده بيك كروس. يبقى القبضه من الحديد اللي حضرتك بتقول عليها دي، المسمى قبضه من الحديد التي هي منظومه اداره صح. ومن المسؤول عن هؤلاء المسؤولين؟ الهيكل الاداري كله. بمعنى يعني انا النهارده لو عندي مدير مستشفى مقصر يتشال، مقصر. ودي اللي انا عايزه اطمن فيها حضرتك، احنا من كام يوم كان عندنا ندوه عن النزاهه والشفافيه في هيئه الرقابه الاداريه. ودي انا عايزه ابشر بيها الشعب المصري كله، لن يتواجد فاسد في مكان تنفيذي وراء هيئه رقابه اداريه. هقولها تاني، وراء هيئة رقابة إدارية تعلم تماما ماذا يفعل. وإذا كان بديك فرصة رغم الأداء اللي ما يعجبنيش، الفرصة دي مش معناها أنك قاعد على الكرسي، لا، الفرصة دي لحاجة. أولا بتراجع حساباتك. نمرة اثنين، إذا ما تظبطش يبقى ما تنفعش على الكرسي ده. نمرة ثلاثة، في عقاب. خلاص احنا النهارده في مصر بنبني كل اللي لسه عايش بالكونسبت او المقطع الكونسبت القديم، انا قاعد ومش ماشي. لا، في نقطه حضرتك يا استاذه الدكتوره، يعني معلش انا اسف، انا النهارده جيت مدير مسكت هذا المكان. مين اللي جابك المدير؟ انا ما اعرفش انت مين اللي بيعين المديرين. طيب. ما اعرفش. المهم اخترت مدير. تم اختيارك لان اكون مديرا لهذا المكان. السي في بتاعتك مع ادائك مع خولك لانك انت تكون في هذا المنصب. ماشي، وجدت هذا المكان وضع سيء للغايه. انا ذنبي ايه كمدير لما النهارده لو انا اشتكيت مدير واستلم في الحاله ديت، لو انا اشتكيته هو لا يعاقب، ليس له ذنب. يعني انا اقول حاجه، وضع سيء هل هو وضع عام ولا وضع خاص؟ وضع سيء في مستشفى معروف عنها ان هي من الاصل كل اللي بيتورد عليها ما بيحاولش يبني او يجدد فيها ويبقى الحال على ما هو عليه، علشان ما ادخلش نفسي في ان انا مش قادر اتخذ قرار. ده هو الواضح يا فندم، ده هو الواضح. مالش يعني حنعملها. في مستشفيات كتيره، انا كراجل اعلامي، في مستشفيات كتيره يعني. يبقى لو نمط هذا المدير اللي حضرتك بتقول عليه واستلم الوضع بالطريقه دي، في نيته عايز يبقى له بصمه ويبقى قدوة للي يجي بعديه، أنا بتحدى المستحيل، بعمل بروتوكول. تمام. أنا هرجع لحضرتك 30 سنة ورا وإحنا في مستشفى المنشأة، أو 25 سنة تقريبا. جت لنا فكرة إن إحنا نعمل قسم للعناية المركزة، مش عناية قلب. عناية مركزة، عناية بطن مركزة. لا كان في مكان، ولا كان في تمويل، ولا كان لسه فكرة العناية المركزة دي موجودة. تمام. لكن بالإرادة مع كنا اثنين أو ثلاث أطباء مع رئيس القسم ابتدينا نعمل، كانتش لسه تخصصات العناية المركزة دي موجودة، بس احنا عايزين حاجة فائقة بين إن أنا أقدر أتعامل مع المريض في حالة هو أصلا مش في العناية وما ينفعش يطلع العنبر. عملنا عناية البطن مستشفى المنشاوي العام لو حضرتك تفتكر، كانت بثلاث أو أربع سنين. النهارده بقت قسم. النهارده بقى لها تمويل. النهارده بقى لها أطباء متخصصين. يعني اللي أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، اللي عايز يعمل وعايز يخدم الشعب ده ربنا هيوفقه. فمدير زي حضرتك بتقول عليه ده هيعمل بروتوكول، الحاجات النواقص إيه؟ فكرته او خطته ايه ان انا اقدر اظبط الحاجه دي، اتعامل مع مين يقدر يساعدني. علشان كده احنا هنا كنواب زي ما حضرتك شفت النهارده في
في المجلس الاقليمي للصحه معالي المحافظ طارق بيه رحمي، مجتمع مع احنا 7 اطباء من محافظه الغربيه نواب. احنا الموضوع ده ان شاء الله سبقتين حضرتك. حصل ايه؟ كونكشن. محدش ما احناش في جزر منعزله، كلنا مع بعض ايد واحده بنعرض مشكلات المحافظه، وزعنا ادوار. طب نخلي لوحدها. ده اللي انا عايز اقول لحضرتك. اللي بيدخل بقلبه في مكان وعايز يصلح وضمير مراعي ربنا مراعي الشعب اللي اداله الثقه دي هيعرف يصلح. على الاقل هيعدل الهيكل الاداري. حتى لو مفيش ميزانيه؟ حتى لو مفيش ميزانيه، بلاش نعتبر الميزانيه الشامله. اقول لحضرتك بمعنى ما هي الغالبيه من الناس اللي انا بتناقش معاهم بيقول لي مفيش ميزانيه دي الامكانيات. لا 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 لا، احنا طول عمرنا بنشتغل من غير ميزانيه وشغال. مش معنى كده ان انا مش عايزه ميزانيه، ده انا عايزه ميزانيه 100% عشان اطور اكتر. حتى هات لك مثال بسيط على حته الميزانيه. لو انا دكتور وجالي مريض من الطوارئ ضغطه 180/110 وما عنديش سرير في العنايه المركزه ودخلته عندي العنبر فوق، عارف حضرتك لو انا امين في شغلي وكل ساعتين بقيس له الضغط وبدي العلاج اللازم، بعمل رسم القلب، بعمل فولو اب، بشتغل معاه 3 ايام، هذا المريض هيخرج ويروح ويبقى ما وصلتش العنايه المركزه. ما حصلش لا نزيف في المخ ولا جلطه، لاني انا بالفعل اتعملت اديته الفيرست ايد الاسعافات الاوليه اللي في الاسعاف، لاني طبيب متواجد في مكاني فاهم ازاي اعالج حاله زي ديت قبل ما تتفاقم. نمره 2-3 ايام وخرج. تعال على النقيض، دخل هذا المريض في طبيب لانه يعني ما فيش حد بيحاسبه، اصلا المدير بتاعه مش موجود. مش موجود في الاستقبال. طلع فوق في العمر، اتساب، اتكتب الفايل. اجي انا كطبيب بمر الصبح والاقي ال 180/110 دخلتني في متاهات ثانيه. اجري هاتولي عنايه مركبه، شوف ده كلف قد ايه؟ ويعلم هيطلع شكله ايه؟ في سبيل لو انا هنا ما فيش ميزانيه. كل اللي عملته ايه؟ تابعت المريض متابعه، اديته حقه من اول ما يدخل. مش معنى ان كل الحالات ينطبق عليها كده، في حالات بتجيلي في غيبوبه او كوم. انا بقول لحضرتك تلت الحالات اقدر اوفر فيها ميزانيه الدوله لو انا تابعتها. تمام. قبل الفاصل دكتوره هاله، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنتكلم عن معاناة الناس في المستشفيات الحكومية وعن الغسيل الكلوي. نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نتكلم في نقطة الأول. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة ثانية مع الدكتورة هالة مستوفي نائبة مجلس النواب. أعزائي المشاهدين، ورجعنا مرة تانية بعد هذا الفاصل القصير مع الدكتورة هالة مستقلي نائب مجلس النواب. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا. كنا قبل الفاصل قلت لحضرتك إن احنا عايزين نتكلم عن معاناة الناس داخل المستشفيات الحكومية والحصول على خدمة طبية متكاملة، ونتكلم عن موضوع التأمين الصحي، واسمحي لي أزيد عليهم موضوع الغسيل الكلوي. هو برضو كلمة معاناة الناس قوية برضو شوية، يعني أنا مش عارف، أنا نفسي أقول كلمة صح. هو المستشفيات الحكومية اللي موجودة عندنا يعني المستشفيات العامة بنحاول جاهدين، يعني بالنسبة للسلطة التنفيذية يعني تقدم الخدمة الطبية اللي موجودة على قدر المستطاع. مش معنى كده انها يعني بيرفكت 100%، لا، في اخطاء اكيد كتيره وفي مش اخطاء. هو في تكدس، في تكدس. يعني انا بقى لي 30 سنه في المهنه، حاسه بنبض المواطن البسيط اللي ممكن يجي لك من قريه وراكب كذا مواصله ويجي ويقف في طابور عشان يقطع تذكره، وبعدين طابور تاني علشان يدخل الطبيب المعالج، طابور تالت علشان ياخد العلاج. طب ما دي معاناه دكتوره، يعني ما هي معاناه بس ليها طريقه حل. يعني انا دايما اما اعرض مشكله لازم يعني بيبقى لي فيها ابواب كده. طب تتحل ازاي؟ تتحل ازاي؟
انا اقول لحضرتك مثلا زي المسنين، تلاقي من المسنين كتيره بتيجي علشان تاخد العلاج الشهري من الضغط او العلاج الانسولين ده من التامين الصحي. لا انا بتكلم حضرتك فتحت معايا المستشفيات العامه الحكوميه او الجامعيه خلاص. دي فئه من الناس احنا وقدمت بيها مشروع قانون ومقترح برغبه ان يبقى عندي عياده خاصه للمسنين وشباك للتذاكر في المكان اللي الراجل المسن حتى خليها فوق ال 65 سنه يجي من بره يبقى هو في الشباك ده ما يقفش بقى في صف طويل عريض، هيقطع التذكره هيروح على عياده المسنين خلاص اتشخص. كل اللي عملته ايه؟ تزودت كرسي على الشباك يقطع للمسن. لما جه يدخل دخل في عياده للمسنين ايا كان بقى التخصص بتاعه. خلاص؟ طيب انا كدكتور وانا بكشف على المسن ده لقيت الشكوى بتاعته محتاج دخول مثلا قسم البطن. برضو كان اقتراحي ان احنا يبقى في اربع اسرة في كل عنبر ببارافان صغير كده، ادي العنبر خلاص انا حاجي على الكورنر ده ببارافان والاربع اسرة دول للمسنين تشرف عليهم ماما الرضا متدربة. وده اللي احنا عملناه. يعني انا قبل ما اعرض الفكرة كنت وضبت كل حاجة، اخترت الادارة الصحية، الادارة الصحية جاب كرو تمريض ممتاز جدا، درسنا لهم مجانا واساتذه من كليه طب طنطا جم ودرسنا كل المواضيع واخدوا الشهادات ان التمريض ده مؤهل انه يبقى تمريض للمسنين. تفعيل دبلوم التمريض المسنين مع كليه التمريض، ودلوقتي تفعيل اخصائي او دكتور يكون للمسنين. وده تم بالفعل واللي انا عايز اقول لحضرتك وتفاعلت كمان مع الموضوع اكتر بان ليه ما يبقاش عندي مستشفى للمسنين مش بار ايواء. مستشفى المسنين يعني ده بيشنت او مريض مسن داخل هيتعالج ويخرج. وباذن الله خدت الموافقه وانا جاريه في انها تكون هتبقى اول مستشفى للمسنين باذن الله في محافظه الغربيه. طب ليه ما يتعممش يعني مثلا دكتور، يعني انا نفسي بشوف ساعات في التامين الصحي ويهمني طبعا برضو ان انا اتكلم في موضوع التامين الصحي، في حاجات بسيطه جدا في التامين الصحي يجب يعني برضو ان يعني الناس اللي هم المسؤولين يكون عندهم يعني شويه تعليمات للناس الكبار المسنين، لان ممكن تلاقي حضرتك ايه التذكره بتاعت الدكتور مش حاطط عليها الختم فيضطر يقول للراجل الكبير ده انزل اختمها لي من الدور الارضي او من الدور الثاني من عند المدير الاداري. فدي طبعا بيبقى مثلا عايزين تسهيلات للمسنين بالظبط كده، لان هو ممكن يكون عنده القلب، عنده السكر، مش قادر يمشي، كفاءة قلبه قليلة، رجليه الناس دول يعني رفقة بهم. كل طبيب قبل ما يدي ورقة لمسن لو فيها حاجة ناقصة، يعني أنا مثلا لما بشتغل كنت ما لازم الورقة اللي بتطلع معايا عشان ما يجيليش حرام يروح ويجي كذا مرة، بخطر الأجزخانة تحت إيه الأدوية اللي عندك. يجيلي الصبحية على المكتب ورقة بالأدوية علشان ما اكتبش علاج، ينزل تحت على ما يقف ويجي الدور عليه وياخد العلاج بتاعه يقولوا لا النوع ده مش موجود اطلع للدكتور او للدكتوره تغيره. لا يبقى ادي اول حاجه في العلاج كل حاجه ليها علاج. تمام. تجي لي ورقه من الاجزخانه او صيدليه المستشفى بالادويه الموجوده. نمره اثنين، كل طبيب عارف اللي ليه واللي عليه. دلوقتي كلنا بنشتغل باكلاشيه. الاكلاشيه موجود خلاص، بيكتب التشخيص، يبقى التذكره مستوفاه، تشخيص مستوفاه، تحاليل معك، العلاج اللي موجود، الاكلاشيه بتاعك موجود. حاجات بسيطه جدا ما خلتش الراجل يعاني. تمام. زائد زي ما بقول لحضرتك شباك تاني لوحده للمسنين. طيب الكلام ده احنا بنتكلمه دلوقتي ازاي نقدر نوصل الكلام ده للساده المسؤولين داخل المستشفيات الحكوميه؟ انت حضرتك كنت موجود بالفعل وشفتني مع وكيل وزاره الصحه بالغربيه وبنتفق ازاي نبقى كلنا ايدينا في ايدين بعض. يعني احنا كلنا راكبين مركب واحد ومعانا المواطن اللي لازم نوصله لبر الامان. طب انا لو قدمت المواطن النهارده، لو قدمت لحضرتك مشكله ما، ماشي تمام، كيف يمكن حلها من طرف حضرتك؟ ايه اللي بيتم فيها يعني؟
اولا انا بدرس المشكله، هل المشكله شخصيه لانسان مظلوم ويستحق الوقوف معه؟ لا انا مش بتكلم عن شخص ما، بتكلم كعامه. ايوه هو دي اللي انا بقى بشتغل فيها، المشكله العامه. يعني انا بمعنى يعني انت بترمي الكره في ملعبي كده. لما فخامه الرئيس قال على قوائم الانتظار، لما جيت في المستشفى العام لقيت عندي قائم انتظار لعمليات جراحيه، يعني ممكن على ما يجي له الدور بتاعه يعني الله اعلم هيكون المضاعفات بقت ايه. فعلى طول فكرت طب انا عايزه منظار جراحي، قعدت مع اداره المستشفى، قعدت مع وكيل الوزاره، قدمت طلب في لجنه الصحه، رحت لوزاره التخطيط وجبت من التخطيط المنظار الجراحي. هل جبت المنظار الجراحي كده وخلاص وانتهينا؟ طبعا لا. اكيد لفه جامده و... يعني هي كان فيها هدي بقى اللي كان فيها معاناه خلاص. لما جبت المنظار عملت له لجنه علشان اعرف اتابع الحالات الكريتيكال اللي بتدخل بتتعلم من امتى وازاي وانطلب لها ايه. والحمد لله يعني ما زال الجهاز لغايه النهارده موجود، حصل فيه شويه مشاكل ابتديت اتدخل المتابعه. يعني لازم كل تنفيذ يعرف ان في متابعه، وفي نفس الوقت ما اناش السيف اللي انا يعني لا انا ايدي في ايدك. ايدي في ايد الجهاز جبناه ناقصه حاجات بكملها معاك، وريني عدد المرضى اللي دخل التعامل معاهم ايه، المتابعه كان عملوا امتى، دخل امتى وعمل امتى وقعد قد ايه. خلاص طول ما احنا كده خليت نحن بنشتغل عشان نخدم المواطن المصري، تاكد لحضرتك ان لازم هياخد حقه ان شاء الله. نيجي بقى لموضوع الغسيل الكلوي، كان حصل طبعا في شويه مشاكل بالنسبه للاجهزه بتاعه الغسيل الكلوي وعدم توفرها وارتفاع اسعارها. هو دلوقتي اتحلت بطريقه، واحنا عايزين نعمم الطريقه الناجحه اللي اتحلت بيها مشكله الغسيل الكلوي مع حضانات الاطفال وسرايا العنايه المركزه. اللي له تامين صحي او علاج على نفقه الدوله وبيدخل المكان المحول له وما لقينالوش مكنه تغسل، بقى في تعاقد دلوقتي مع المستشفيات الخاصه عن طريق نفقه الدوله. يعني المريض ما بيدفعش. يعني سي هو هيدخل مثلا مستشفى عام، دخل في الايام دي لا ده ما فيش مكنه مثلا دلوقتي، بنحوله على مستشفى خاص. وبالفلوس اللي هو جاي بيها بالخطاب اللي هو العلاج على نفقه الدوله بيتعامل معاه مع المستشفى الخاص. يبقى احنا كده ما اهدرناش حق الخاص، وفي نفس الوقت قدمنا الخدمه الصحيه السريعه للمريض. اللي احنا كنا بنناقشه برضه دلوقتي ليه ما نعملش نفس الخدمه دي بنفس الطريقه مع الحضانات الاطفال ومع سرايا العنايه المركزه اللي بيجي لهم علاج على نفقه الدوله او تامين صحي ومش لاقيه سرير، اقوم ادخل بيها مع مستشفيات موثوق فيها وبتؤدي خدمه صحيه وطبيه ممتازه وبدون ان اكلف المريض ازيد من العلاج اللي معنوط له على نفقه الدوله. تمام. بما ان احنا بنصور من داخل ديوان محافظه الغربيه، كان في اجتماع النهارده مع سياده المحافظ المحترم جدا اللي لازم كلنا فعلا نتكاتف مع هذا الرجل المحترم وان احنا نرتقي بكل المجالات في محافظه الغربيه. كان النهارده عندكم لقاء او مؤتمر او الاجتماع الاقليمي لمكافحه للصحه الغربيه. يعني كنا بنناقش هنا بقى الجميل دي اللي انا نفسي تتعامل مع بقى كل المحافظات، يا ريت، اللي هو معالي المحافظ مع القياده التنفيذيه وكيل وزاره الصحه، وكان معانا وكيل وزاره التربيه والتعليم، وقبل كده كان في اجتماع مع نقيب الصيادله وعميد كليه صيدله وعميد كليه الطب كنا وبيطري بنتكلم على مشاكل الصحه في المحافظه في كل مركز من المراكز وايه النواقص اللي موجوده في الوحدات الصحيه في المستشفيات. كل الحاجات دي كنا بنتكلم عنها، كنا بنتكلم على عدد الاطباء والاطباء اللي في المستشفيات فيها عدد كبير في تخصص معين، وفي نفس الوقت عندي مستشفيات ما فيهاش تخصصات خالص. كل ده عملنا له بلان وتحقق فيه لان احنا
سبع اطباء من المحافظه الغربيه بمجلس النواب تقريبا كده. يا اكبر محافظه ولا كل المحافظات كده؟ لا لا احنا يعني احنا اكتر نواب اطباء للمحافظه. فالمفروض ما يبقاش في شكوى في المحافظه الغربيه من الصحه يعني الصراحه يعني. اكيد اكيد. فكنا قاعدين خليه عمل بنقول الاراء بنوزع الادوار، ده هيعمل ايه، الخطوه الجايه ايه، الاجهزه هتتجاب ازاي، طريقة التعامل مع الفيروسات المعدية، الطرق أو الإجراءات الاحترازية اللي بتتبعها المحافظة وبتتبعها مدير الشؤون الصحية بالغربية، التربية والتعليم بتعمل إيه. يعني صراحة اجتماع، واتفقنا إن هيكون الاجتماع ده بإذن الله السبت الأول من كل شهر. كل شهر. طيب حضرتك كعضو مجلس نواب يا دكتورة هالة، شايفه ان لسه في قدامكم طموحات كتير عايزين تحققوها من داخل من تحت قبه المجلس، وهل انت راضيه حتى الان عن ما قدمتوه في الجانب الصحي؟ طيب تسمح لي، معلش انا مش انانيه ولا حاجه، انا هتكلم عن نفسي. اوكي. كان عليا انا؟ نعم. انا راضيه. تمام. اني زي ما قلت لحضرتك انا قبل كده كنت ماسكه بنك الدم الاقليمي. فعارفه كمان حتى احنا عايزين نتكلم على بنك الدم، معاناه المريض علشان يجيب قرب الدم. هنا بقى معاناه. تمام. صراحه ليه؟ لان دي حياه او موت بقى حالة يعني، خصوصا انا يعني لما بيكون طفل كمان اكتر ويبقى محتاج بلازما او محتاج فصيله دم معينه وتكون نادره. فانا قدمت مشروع قانون بانشاء هيئه رقابيه لبنوك الدم على مستوى الجمهوريه. ممتاز، يا ريت. وعملت كده حاجه ان يبقى عندي باركود للقربه، في قربه بتبقى قربه ثلاثيه وفي قربه خماسيه بيبقى عليها رقم باركود. انا اقترحت بيبقى عليها كمان رقم باركود كودي. بمعنى ان 02 مثلا القاهره، 03 اسكندريه، اللي هو الكود بتاع كل محافظه، وجنبها ستيكر كده كلاسيفاي، ايه مثلا للاقليمي، بي للمستشفيات الجامعيه، سي للحكومه، المستشفيات العامه، دي مثلا المستشفيات الخاصه. سي انا رحت امر في الصعيد في الاقصر زي ما حصل، لقيت قربه، قربه موجود عليها رقم باركو. انا مش عارفه القربه دي جايه منين، لكن مصدرها مش عارفاه، مش عارف. لكن انا اللي انا عملته ده اسمها بصمه القرب. هعرف اتتبع القرب. جميل جدا يا دكتوره، لان طبعا الناس فعلا في معاناه كبيره جدا، وعايز ارجع الثقه تاني للي هو بياخد دم وللي بيتبرع بدم. لازم ترجع الثقه. والحمد لله نشكر ربنا. مش المفروض الدم ده دكتوره بيتحلل وكده؟ ما هو دي اللي انا عايز اقولها بقى لحضرتك. فانت عارف لما تبص وتلاقي دي قربه معروفه، دي جايه منين، معروف تحاليلها فين، معروفه معتمده ازاي، بتبقى مطمن. حاجه تانية طلبت فيها ان يبقى عندي شبكه الكترونيه تربط لي بسنتر، اللي هو انا كنت مقترحه لي يبقى تابع لمكتب رئاسه الوزراء. ايا كان، انا اللي يهمني السنتر. زي حضرتك دلوقتي تروح تحجز تذكره، بتروح بيتفتح لك الشاشه، انا عايزه اسافر مثلا بكره القاهره، بيقول لك تاخد من هنا او من هنا او احجز لك. هو ده نفس الحكايه. انا عايزه قربة اي بي سي نيجاتيف، اي بي نيجاتيف مش لاقيه هنا في الاقليم، يبقى في شبكه تواصل على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى المحافظه. مثلا ممكن يقول لي لو انا في الغربيه، ده مثلا في بنك الدم، لو في المنوفيه مثلا، لا ده في عندي عدد قربة او قربتين. بقت سهله. نمره 3، عايزه افعل برضو العلاج الحر في المستشفيات الخاصه، اعرف سعر القربه، لازم يبقى في سعر قربه بالظبط. ده انا كنت هسال حضرتك فيه طبعا. موحد يعني. لان الدوله بتتكلف جامد علشان تأدي لحضرتك القربه المدعمه. ما اجيش انا في مستشفى خاص عشان يقول لي انا في مستشفى خاص ادفع في القربه 1000 جنيه، لا بالظبط. لا لا، يعني دايما اقول الا المتاجره بصحه المريض المصري. محل الدم. طب هل دي ممكن تحققها يا دكتور؟ انا ما انا كنت بقول الدم. لا لا، انا اقصد حضرتك النهارده انا لو في مستشفى خاص ومطلوب مني دم فورا، والمستشفى اللي انا موجود فيها بتقول لي موجود عندي القربه بتاعت الدم دي وتمنها سعرها 2000 جنيه. لا ده انت تتقفل لك. لا، هل ده ممكن فعلا ان احنا نطبقه على ارض الواقع؟ ايوه. تطبق على ارض الواقع. انا برجع للفاتوره في الحسابات. انت مدخلها ب 1000 جنيه ليه؟ جايبها هيقول لي انا عملت لها مثلا تحليل PCR مهما كان.
ما تجيبش الأنتيجين. يعني أقصى سعر اللي هيبقى كم مثلا؟ وإحنا هنا بناخدها من الإقليمي الأر بي سيز في حدود ال 150 أو 200. آه بالظبط. خلاص؟ دي حاجة، حاجة كمان ما يبقاش عندي مريض مثلا داخل يعمل عملية بسيطة. اعمل له هلع لو في مستشفى خاص، روح هات متبرعين بالعشرة بالظبط برضه يا فندم. طب فين راح الدم؟ فين الحاجة ازاي؟ لان دي فعلا خزنته ازاي؟ المهم طريقة الألم. في ناس يا فندم اشتكت فعلا ووصلت لهذه المشكلة. كل ده موجود في القانون. يعني انت اسعارك بتقول لي موجود في القانون ان انا عشان اخش اعمل عملية اجيب ثمن متبرعين. لا ده دي لائحة تنفيذية. لكن انا عايزة اسهل على المريض. يعني انا اقول لحضرتك حاجة، انا اللي بيحزنني كمان مش كده، اما يبقى عملية قلب مفتوح، الكروب الطبي موجود، المكان موجود، كل حاجة موجودة، واجي الاقي المريض عمال يتصل عليا يقول الحقيني يا دكتورة دول طالبين 10 قرب و10 متبرعين و... بالظبط. طب ما هو ده لازم يدخل. بالظبط. لان كفاءة القلب عمالة تقل، وهو لا هو ولا العيلة بتاعته قادرين يجيبوا ال 10 متبرعين. بالظبط. هما في ولا في؟ لا يبقى في ليونة برضو، مرونة شوية يعني، عارف؟ برضه ما اجيش على حاله رايحه تعمل زايده اقول لهم لا لازم تجيب لي 10 حالات. لا لا، واحنا برضه كمصريين يعني ما نستسلمش بسهوله لاي حد عايز يستغل. طب بيحصل حاجه برضه يا دكتوره هاله في بعض المستشفيات، مش هذكر اسماء يعني، بيبقى فيه اللي هم الناس اللي بيبقوا عاملين حوادث، بيبقى فيه حوادث وادارات المستشفيات، وهذا من القدم يعني اداره المستشفى لا يمكن انها تدخل مثلا حادثه كبيره او يدخله، مش من حق. لا ده بيحصل فعليا، ده بيحصل فعليا يعني، بيحصل مشاكل كتيره جدا برضو من اهالي المصابين وكده. ازاي ما في ناس بتموت ما تخشش المستشفى بسبب تعنت اداره المستشفى هذه المستشفى. بس برضو ده كلام متداول. لان حاجه زي الغربيه، انا عندي عربيه الاسعاف معروف عنها في الغربيه، سبت وحد واثنين تنقل دايركت لو هيتنقل بالاسعاف على المستشفى المنشئي العام، ثلاث واربع وخميس يتنقل دايركت على المستشفى الجامعي الطوارئ. يعني يعني موزعين الحمل. يعني ايه مستشفى ما تقبلنيش؟ تحطه عندك تعملي الفيرست ايد وتعمل حاجه اسمها عمليه تنسيق مع المستشفيات اللي حواليا. يعني ما يجيلي يعني ما يجيليش حاله لا خدها وامشي. طب ايه انا وضع النهارده لو انا جايب حد عامل حادثه؟ جايب حد بالاسعاف ولا جايب حد لا كده حادثه عربيه وانا واخد الشخص هذا الشخص وديته على باب المستشفى، يعني داخل بيه بالطوارئ، بيبقى عربيه بطوارئ بالظبط كده، يعني بيمنعه ان يخش هذه الحالات في المستشفى. لا هات لي بقى المستشفيات ما فيش داعي ان احنا نصبر عشان ما حد لا هاتها لي انا وانا اتقصى حقائق عن الكلام ده. تمام. و... لا وضع الناس ايه في الوقت ده؟ لا وضع الناس ده يعملوا ايه؟ يتصرفوا ازاي؟ يتصرفوا ازاي؟ لو 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 مع حضرتك دوكيومنت بحالات زي دي وما تدهنيش هعتبر حضرتك مقصر. لا انا بتكلم يا فندم دلوقتي معلش انا حضرتك حصل لان دي حياه او موت. حصل حادثه اللي حصل و... ممكن يحصل لي، ممكن يحصل لحضرتك في اي وقت، ما ترمينيش على باب مستشفى تقول لي اوكي يا دكتور. انا بتكلم دلوقتي حصلت حالا وانت حضرتك نايمه او تليفونك مغلق او او يعني اي 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 يعني اي ظرف طارئ، طبعا انا مخي ساعتها مش هيجيب ان انا اتصل بالدكتور هاله. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ لان انا عايز انقذ الحاله اللي موجوده معايا على باب المستشفى والمستشفى مش عايزه تدخل الحاله. ما هو ما فيش ابلغ الشرطه، اصل ما فيش حاجه اسمها المستشفى مش عايزه تدخل. يعني لو يعني حصل إيه؟ حاجه زي كده ايه اجراء اللي هو ممكن الشخص اللي هو واخد الحاله اللي معايا يعمله؟ يتصل بالشرطه؟ لا اصل هو لازم يدخل. لازم انا طالما دخلت مستشفى عام ومعايا حاله سواء كريتيكال او نون كريتيكال لازم يطلع لي تذكره. تمام. ولازم ينزل دكتور، ومش كده مش تذكره بس، ده تذكره بالميعاد اللي حضرتك دخلت فيه. يعني دخلت الساعه 7:30 مساء لازم يتسجل التاريخ. وبيتسجل فيه دفتر كده، وتذكره الاستقبال دي تذكره مجانا. بتتقطع، بيتسجل اسمك، بيتسجل اسم او اسم المريض بمكان بعنوانه. لا يجرؤ موظف ما يقطعش تذكرة استقبال لمريض. ده حتى لو انا عايز ادخل اقول انا بكح استقبال او طوارئ. ما هي الاستقبال او طوارئ. تمام. فانا اعتقد ما يجرؤش حد يدخل نفسه في هذه المسأله. لا انت بتقطع التذكره بالميعاد،
اللي موجود في الاستقبال بيتصل على الطبيب المعالج، او الطبيب المعالج المفروض اللي بيستقبل الحاله بيكون موجود طبيب طوارئ، لقى نفسه الحاله مش تخصصه بيستدعي الاخصائي. لا ما هياش، لا مش للدرجه دي. حضرتك راضيه تماما عما قدمته؟ انا راضيه عما قدمته، بل بالعكس يعني عندي طموحات. ما هو انا ما كملتش للعطاء اكتر، ما كملتش لحضرتك. يعني انت حققتي ما تتمنيه بنسبه كام في الميه؟ هتعتبرت مغروره بس. انا يعني اقول لك حاجه، اتفضل. لازم محاسبه الانسان لنفسه يوما، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده دستوري انا في الحياه. تمام، نجحتي بنسبه ما هو انا تقييم هيبقى شهاده. لا انا بالعكس، انا بقيم نفسي النهارده. انا بقيم، بص حضرتك، طلبات احاطه قدمت، تمام، مشاكل مواطنين تفاعلت معاها، مشاكل اطباء، وكان اخرها كمان حادث المنيا، رحت بنفسي وتواجدت مع الاهالي، ومش عايزه اقول لحضرتك على قد ما استطعت اكون في وسطيهم، وكان معايا اداره المستشفى مع اطباء تكليف صيادله، وقفت معاهم مع يعني مع المستشفى العام هنا، اشتغلت مع ده في القطاع الصحي، يعني حدث ولا حرج. بالنسبه للقطاع العام في محافظه الغربيه في طنطا، يعني قدرت اجيب برضو من التخطيط لرصف بعض الشوارع اللي عندنا في حي اول وحي تاني، ولما بتحصل مشكله في المحافظه بكون على راس المتواجدين. بحب تكون ليا يعني اراء ومقترحات، بس اسعى لعمايلها، يعني زي ما قلت لك على مشروع المسنين. الحمد لله، يعني كان كل واحد على ما وصل المكان اللي هو فيها ما وصلهاش من فراغ، كان في اب وام ومدرسه ومسجد وكنيسه واستاذ في الجامعه، كان في قدوه. فانا لما قعدت مع نفسي، ايه اللي انا عملته للقدوه اللي انا استفدت منه؟ ازاي اقول لهم شكرا؟ عشان اقول لهم شكرا لازم اعمل حاجه ملموسه، اللي هو القانون اللي انا قلت لحضرتك عليه بتاع المسنين. وقبل ما اعمله اتعمل بروتوكول، مش فكره طلعت وخلاص، لا لا، ما اعلنتش وما تروحتش للنور الا لما كنا خدنا فيها خطوات ايجابيه. في مبادره فيروس سي تابعت لدرجه ان انا وديت كرو عمل يروح للمسنين في دار المسنين. لما لقيت صعب ان هم ييجوا اشتغلت معاه. ولادنا ذو الاحتياجات الخاصة دايما متواجدة معاهم وبشجعهم، وفي حفلاتهم موجودة وفي قصر الثقافة. شبابنا في الجامعات، انا لسه عاملة مؤتمر كانت ندوة حلوة، حروب الجيل الرابع والخامس، وقلت لهم يا شباب، يعني انا قعدت معاهم فرحت بمصر وفرحت بشبابها. قلت لهم حتى انتوا انتمائكم لبلدكم بيشككوا فيه، تخيلوا بقى. لكن اللي عايز يعرف يعني ايه شباب مصر يتواجد معاه. كنت معاه في كليه صيدله، في كليه طب، في ندوات، في قصر الثقافه، يعني في كل المجالات الحمد لله. في التربيه والتعليم بمر على المدارس وبنقل الصوره الناجحه للمستشفى، للمدرسه الحكومه، وبحاول اخليها نموذج يحتذى به في المدارس. يعني السكه الحديد برضو تواجدت مع مدير هيئه السكه الحديد وتناقشنا في بعض مواضيع كتيره. مشاكل التوك توك والتمنايه نقلتها لمباحث المرور. السوق والمرافق وشغال المرافق، انا دايما الناس لما حد بيقول لي على حاجه على طول بتواجد فيها. هو احنا كان كلامنا كتير النهارده كله عن الصحه. انا 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 بقول لحضرتك، اما انا اول ما ابتديت كلامي قلت لك ما اناش نائب عن قطاع الصحه. ولكن حضرتك بس اسمعي لي، هو لانه يعني جزئيه مهمه جدا وبتهم يعني نسبه كبيره جدا جدا من الشعب المصري عامه ومن شعب الغربيه خاصه، يعني او العكس. يعني احنا اتكلمنا عن الصحه لان فيها كلام كتير،
وسياده الرئيس برضو بيحاول ان هو بياخد فيها خطوات ايجابيه قويه جدا وايجابيه. لذلك كان اغلب حديثنا عن، انما لو عايز اتكلم مع حضرتك هتكلم في مجالات كتيره جدا، كنت عايز اتكلم في قطاع التعليم، كنت عايز اتكلم في موضوع التوك توك برضه، في موضوع الشباب والبطاله، ولكن هو ده الجزئيه اللي حضرتك يعني مهمه جدا في هذا التوقيت واللي هو بيهم برضه سياده الرئيس. طيب ماذا عن مستشفيات مدينه طنطا خاصه، وما الذي ننتظره من حضرتك لكي يتم تقديمه للمستشفيات الحكوميه في طنطا؟ بالنسبه للمستشفيات العامه اللي انا عايزه اطمح حياه مدينه طنطا دلوقتي، هيتم خلال السنتين القادمين في مستشفى عام كبيره هتحل محل مستشفى المنشاوي، وهتبقى على مساحه كبيره جدا مخططه بطريقه صح، بطريقه يعني مش عايزه اقول حتى اصغر التفصيلات معمول حسابها. دايما كان فين يا دكتوره؟ كان في البيت الاخر. فين؟ هنا في اخر طنطا في زبربيل. في زبربيل تمام. خلاص واترصد لها 400 مليون وتم تنفيذ 27% تقريبا من المشروع. ويعني انا اعتقد ان المستشفى دي هتحل مشاكل كتير لولادنا في محافظه الغربيه. يا ريت. هو بس في حاجه المواطن المصري لازم يعرفها. امتى تجيلي المستشفى؟ وامتى تروح للوحده؟ ده اللي عامل التكدس في المستشفيات العامه. واللي بيبقى عامل ارهاق على الاطباء وعامل على ميزانيه الصحه. اما نقول برايمري كير، برايمري هيلث كير يعني اللي هو اول حاجه، برايمري اول حاجه، وده اللي احنا دلوقتي جاري تنفيذه في بورسعيد اللي هو التامين الصحي الشامل. وطبيب الاسره. المريض اول ما يتعب بيروح على الوحده الصحيه. في الوحدة الصحية إذا كان الدكتور بيعرف يعالج دور برد، دور انفلونزا، حرارة عالية، حقنة محتاج مسكن، مغص كلوي كده، خلاص ده لو اتبعت صح برضو تلت التكدس اللي في المستشفيات العامة مش هيبقى موجود. محتاجة توعية. محتاجة توعية. لا محتاجة شقين، توعية وفي نفس الوقت أنا برضو كمريض أما أدخل الوحدة الصحية ألاقي فيه إمكانيات، الاقي فيه دكتور بالزبط. الاقي فيه كرو عمل بالزبط. لكن المتابع الوحده قافله ده الدكتور كده يبقى هرجع تاني للاداره وارجع تاني ثقه المريض بالوحده بتاعته. الثواب والعقاب، الضمير، الاداره، اول حاجات تنظم وتعدل المنظومه الصحيه. سؤال اخير يعني هقول ايه، مضايق ناس كتير قوي في طنطا. تم نزع شجر او اشجار من اندر الاشجار من شارع البحر، اتشالت وتم زرع مكانها حديد. ناس متازمه جدا من السور الحديدي اللي تم وضعه في شارع البحر. هذا بالإضافة إلى أن إشارات المرور ليس هناك وعي أو سلوك للإرشادات المرورية بالنسبة للسائق وبالنسبة للمرور مشاة. طيب ده الكومبلين دي الشكوى. تمام تعالى بقى نحللها صح علشان ندي عليك صح. تمام. في أي بلد في العالم حضرتك رحتها شفت المارة بيعبروا شارع هباء؟ لا في احترام. ده انا مش عايزه اقول لحضرتك، ده انا في مره كنت في بلد بره مصر وبعدي عادي فوجئت بان العربيه بدل ما تهدي بتيجي عليا. بسالهم يا جماعه ايه في ايه؟ قالوا لي لا هو لو خبط حد بيعبر مش على الخطوط المشاة طبعا اللي عدى هو اللي يتجازى. بالظبط. اللي ماشي على رجله هو اللي بيتجازى. ان انت انت بتلبخ. مظبوط. مواصلات. مظبوط. كام صف وراك. مظبوط.
تعالى حضرتك انزل كده من تحت الكوبري، شوف السيرفيس بيقف ازاي على الكوبري ووراه قد ايه، وفجأة ممكن ما يكونش معاه اشارات وقدامه حد بيعدي، وخصوصا انت رايح على مستشفى الجامعه، تطلع خطوه شويه ناحيه المنتزه، تطلع خطوه شويه عند المحافظه. انت لو انت سايق مربوك، ما هو عشان ما فيش السلوكيات خلاص، ما فيش السلوكيات. فانا لما اجي انام من سلوكيات وقلنا طيب هبتدي دلوقتي زي ما انت كده حضرتك بتمسك ابنك الصغير بتعلمه يمشي، هل انت بتاخده كده بتوقفه تقول له يلا امشي؟ لا. ولا انت بتمسك ايديه الاثنين الاول وشويه على ما يبتدي يحرك رجليه بتجيب له المشايه؟ يعني قصد حضرتك ان الناس هتتعود، كل شويه هيتعودوا ان في سور موجود وهيتعودوا ان هم يعدوا من الاشاره، في منافذ. اه هو السور ده مش سجن. اه هو اللي في ناس حضرتك شايفين ان هو سجن، ده كونسبت. اه انا بقول لحضرتك انت خرجت كتير وعندك في القاهره، في ما ينفعش انا عربيه جايه بسرعه 60 او سي 40 خلاص وكل شويه بفرمل، ما هو ده خطر برضه على اللي وراي. مظبوط. وممكن انا لو مش واخد بالي انا على ما عديت ده الريفلكس اكشن التوافق العضلي العصبي ده مختلف من شخص لشخص السواق، فانت عامل لي نمور متحركه خلاص. وبعدين انت بقى عندك لينز كتيره، لو انا عديت ده طب ما انا على ما اجي هنا واحد تاني معدي. طب نوصل التوعيه دي ازاي للناس، او السلوكيات دي نوصلها ازاي للناس، او عن طريق بالممارسه زي ما حضرتك شايف النهارده الشكوى بقت اقل بكتير، مش حكايه امر واقع وفرض عليهم، لا خلاص دلوقتي حتى الناس اللي هي بتسوق لما تيجي تاخد راي اي تاكسي عام، مش هقول لك الملاكي، هيقول لك اه انا كده مطمن يعني عارف ان انا عند المنفذ ده انا بهدي، خطوط العبور المشابهه موجوده، الاشارات بقت موجوده. النهارده الناس بقت بتحترمها خلاص. يعني سي انت عايز تعدي عند البنك الاهلي وطالع مثلا من المنشاه، ما عادش في بقى زي زمان تطلع وتروح وانت طالع غيرك طالع بعديك بدقيقه، لا خلاص بيمشي على اللين بتاعه لغايه ما بيبقى عارف اول منفذ وبيقف وبيعدي. تمام. احنا اتمنى طبعا السلامه للجميع يا دكتوره هاله. كلمه اخيره موجزه تحب توجهها للساده المشاهدين؟ هوجهها لمصر. وهقول لها عمار يا مصر وهتفضلي طول عمرك بلد العمار، عمار يا مصر وهتفضل ضحكتك بسمة نهار. شكرا دكتوره هاله، بشكر حضرتك، شرفتيني النهارده في هذا اللقاء السريع، واتمنى يعني ان شاء الله ان احنا يكون لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائي مع الدكتوره هاله صبحي مستوكلي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري واستشاري أمراض الباطنة والقلب والعناية المركزة ونائب مدير بنك الدم الإقليمي بالغربية سابقا. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى إن شاء الله. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.